مدة مهووس بها لي مدة نتابع فيها نخمم مستقبل مش نطيب ندخل يعني وصفات صينية لمطبخنا خطرها كتور أنا نطيبه يعني المطبخ الجزائري منوع نطيبه في وصفات تونسية نطيبه في وصفات مغربية عدنا نطيبه حتى في وصفات خليجية اللي الكبسة وياسر حواج وصفات سورية عدنا ندخله فيها يعني هيا ندخلوا على الاقل ندخلوا حوايج غربيه شويه حوايج جديده مش عربيه بكل انا قلت لك كان ياسر اطباق وياسر وصفات صينيه راني نتبع فيها من مده ونخمم باش ندخلها في الاطباق تاعنا في العرس تاعنا في المنيو تاعنا جميل.